بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. هتكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة، وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار؟ احنا طبعا بعد ال 48 ساعة الماضية من التقلبات الجوية والأمطار وانخفاض قيم درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بدأ المنخفض الجوي يعني يتحرك باتجاه بلاد الشام بشكل كبير، وهيأثر مكانه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده اعتبارا من اليوم، فبالتالي هتبدأ يبقى في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير. تلاشي الفرص سقوط الأمطار من معظم محافظات الجمهورية، لأن مش هيكون في أي طحن مؤثرة بسبب وجود المرتفع الجوي. هنلاقي الأجواء مشمسة بشكل كبير فترة النهار، فبالتالي هيكون في تحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية واستقرار تام في الأحوال الجوية. عظمى على القاهرة الكبرى هنبدأ نحس إنها ترتفع عن أمس بمعدل درجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لأن هنلاقي الأجواء مشمسة بشكل كبير، ده هيساعد إن درجات الحرارة ترتفع عن أمس أو أول أمس، فبالتالي الطقس هيكون طقس لطيف ودافي تماما خلال فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية أو الوجه البحري، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل تماما على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون أكثر فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بدأنا نحسه بشكل كبير خلال الليالي الماضية، ومتوقع استمراره معنا خلال الليالي اللي جاية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. الأوقات دي الصغرى فترة الليل بتنخفض هي 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ولو احنا في المدن الجديدة او الاماكن المفتوحة بشكل كبير هنحس كمان بالبرودة اكتر، ونحس درجات حرارة اقل من ال 14، فاجواء باردة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. بالاضافة كمان طبعا دايما حالات الاستقرار في الاحوال الجوية بتكون معها الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية، تعود تاني الشبورة المائية، يمكن احنا شفناها النهاردة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، وكانت كثيفة في بعض الأماكن زي مدن القناة، بعض الأماكن زي الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، كثيفة يعني بتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي الحمد لله ما بتوصلش للشبورة المائية الضبابية اللي احنا شفناها الأسبوع الماضي، فيها معاها انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كثيف، لكن مش انعدام في الرؤية الأفقية الحمد لله، وهتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 8-9 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. كمان طبعا الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع أن هي تستمر معانا على الأقل لبدايات الأسبوع المقبل، يمكن لمنتصف الأسبوع اللي جاي أحوال جوية مستقرة بشكل كبير، درجات حرارة يعني حول المعدل أو أعلى من المعدل بحوالي درجة من 23 إلى 24 عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار، والظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية، مفيش أي فرص أمطار مؤثرة خلال اليوم أو في 48 ساعة اللي جاية، بس هنخلي بالنا وهننصح كل السادة المواطنين من نوعية الملابس فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر يكون معانا جاكيت غير الملابس الشتوية اللي احنا لابسينها، عشان تجنبا طبعا لنزلات البرد، القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة البائية، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نتابع النشرات الجوية دايما قبل ونخرج من البيت. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 والعاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 23-13 والعلمين الجديدة 22-12، مطروح 22-12 أيضا، ودمياط 22-13، بورسعيد 22-15 والإسماعيلية 24-13، أما في السويس 23-14 والعريش 22-12، كاترين 16-5 طابة 24-15، حلايب 26-20 وشلاتين 28-19، شرم الشيخ 26-16 والغردقة 25-15، في الفيوم العظمى 23 والصغرى 11، أما في بني سويف 23-10، في الوادي الجديد 26-9 وأسيوط 24-9، سوهاج 24-11 وإنا 25-12، الأقصر 25-12 وأسوان 26-12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لجومانا وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر.